السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المريخ يعود بنتيجة إيجابية من ليبيا بعد تعادله أمام النصر الليبي بلا أهداف. مباراة كان فيها كثير من التحولات، فيها كثير من النقاط، فيها كثير من التقلبات، حنتكلم عنها إن شاء الله في هذه الحلقة. لكن والله قبل ما أبدأ أي حاجة لابد أن أقول على أقل تقدير، ما عايز أقول مبروك، النتيجة هي إلى حد ما تدعو للتفاؤل في أن الفريق ممكن يكون أقرب من أي وقت مضى أنه يتأهل للمرحلة اللي بعد كده من دور الأبطال. لكن أنا مبسوط على انبساط جمهور المريخ بالظهور اللي ظهر به المريخ في مباراة اليوم، بعيدا عن فكرة الأداء، بعيدا عن أي حاجة. أنت في النهاية عندك هدف وأخذته، عندك نتائج إيجابية 1-2، أنت يا كسبان يا متعادل، مرماك ما فيه أهداف. أعتقد دي هي النتيجة الإيجابية اللي أنت طلعت بها، اللي انت خططت لها، وعلى أسوأ الفروض تطلع بهذه النتيجة بالرغم من خطورة الوضع اللي يمكن يكون في مباراة العودة. لكن في النهاية هي مباراة تدعو للفرح والتفاؤل، وممكن جدا كمان تبني عليها. ما تنسوا انكم تعملوا لايك للحلقة، ولو ما مشترك في القناة اشترك في القناة. طيب يا جماعة، أبدأ معكم أول حاجة بالاستراتيجية المدرب جيوفاني سوليناس في هذه المباراة، اللي يمكن رجع لنفس التنظيم اللي كان أيام بطولة فاليو جد، ثلاثي خط دفاع أو حتى خماسي خط دفاع، يعني 4-3-4-3. شفناه بدأ بآدم باباجيدي وموسى الطيب وطبنجة، دي الثلاثة موجودين على مستوى خط الدفاع، رمضان عجب، وفي الجانب الثاني دياوة ميكائيل. على مستوى خط الوسط شفنا وجدي هندسة وكمان أنس آدم موجودين على مستوى خط الوسط، والثلاثي خط المقدمة شفنا مبارك عبد الله وأيضا أيوب البلوشي وسانتياغو باتينو. يعني تشكيل الناس ممكن تتفق تختلف غيره، لكن في النهاية لما تجد عائل لمجريات اللقاء بشكل عام، المريخ بدأ الجيم بشكل طيب. كان فرصة مثلا في الدقيقة 5 بالنسبة للفريق الليبي كانت تغير موازين اللقاء نهائي، بس اللاعب ممكن لعبها برعونة وضيعها. لكن لما تجد عائل المريخ على مستوى خط حراسة المرمى، خط الدفاع، التشكيل اللي بدأ به المدرب، أعتقد كلها كانت نقاط إيجابية. المدرب درس الفريق الليبي الى حد ما، اكيد هو بطيخه مقفوله بالنسبه له، ما عارفه حتى الفريق الليبي مغير كثير جدا من عظمه، كثير من التغييرات موجوده، ناس موجوده على دكه البدلاء، مدرب جديد، صح انت ما قاريه بالشكل التام، لكن على اقل تقدير نفس التنظيم اعتقد ما بين الفريقين. عشان كده كان في الضغط، كان على مستوى ممكن يكون متوسط، ما حاجه كبيره بين الفريقين قدموها كضغط عالي او حتى اسلوب وريتم كان عالي جدا. مباراه ما ارتفع النسق كثير جدا جدا يا جماعه، لا في الجانب البدني ولا حتى في جانب الفني، ولا وضوح حتى لأسلوب المدربين الاثنين. وجماعة دائما هي المباريات اللي يمكن تكون في الأدوار الخاصة بأدوار خروج المغلوب أو حتى إنك تلعب ذهابا وإيابا، هي دي دائما المباريات بتلعبها أنت بالأسلوب ده. بحاول بقدر الإمكان ما أتقبل أهداف، هي استراتيجية، أنا بلعب خارج أرضي أشوف أنا أقدر أقفل كيف، وحاول أستفيد من الفرص اللي ممكن تجيني. عشان كده استراتيجية المدرب جيوفاني في مباراة اليوم، بالرغم منه كان ممنوع أنه يكون موجود على خط التماس موجود، لكن شفناه دائما في اللقطات الموجودة في المباراة أنه كان بيوجه اللاعبين، بالذات اللاعب المحوري بالنسبة له واللاعب الأهم في تشكيل المريخ بالنسبة له هو أحمد طبنجة، دائما كان معه التوجيهات. شفنا في المباراة دي تحديدا أنه الخط الأنشط بالنسبة للمريخ كان الجناح أو حتى الخط الأيسر، الجانب الأيسر في فريق المريخ كانوا دائما الأنشط بالنسبة لطبنجة ودياوة وكمان البلوش. الثلاثة دي كان في إمكان أصلا الخطورة تجي من جانبهم، لأنه دياوة نحن عارفين أنه بيخترق بشكل طيب، بيلعب بيسلم ويستلم بشكل طيب، بيتحرك من المساحات بشكل طيب، بيصنع بشكل طيب والبلوشي أساسا هو بيعتمد عليه. يعني كل الفريق الموجود اعتقد انه رمضان عجب ممكن تستفيد منه في يقطع المساحات ما بعد المدافعين ويعمل لك عرضيات بشكل متميز، لكن صنعة اللعب والحركه بالكوره ويحاول واحد يقدر يكسر لك الخطوط اللي ممكن تكون موجوده من خط الوسط وانت ماشي على الدفاع، اعتقد هو البلوشي. فكان كل اللعب مبني على انه البلوشي يتحرك بشكل طيب. التحرك ما كان بالمستوى الافضل في اول ربع ساعه، لكن بعد ذلك شفنا فريق المريخ اصبح ياخذ الثقه كل شويه. صراحه استفاد كثير جدا جدا من الفريق الليبي، اللي ما اعتقد انه انا واحد من الناس ولا حتى كل الجمهور كان متوقع انه الفريق الليبي يكون بهذه الرعونه والاداء اللي ما كان بالمستوى الافضل، فدي جات هنا في مصلحه المريخ، خلت الفريق حتى يعشم في انه يسجل اهداف. لان احنا شوط اول كامل انا بالنسبه لي ما شفت الفريق الليبي الا يمكن خطوره الفرصه الواحده اللي كانت في الدقيقه 5 وضاعت، لكن المريخ كان قدامه فرصتين كان في امكانه يسجلهم وكان في امكانه يخلص الجيم ويخلص حتى فكره التاهل للدور اللي بعد كده. لانه اللي بيجي يبدا مباراه على ارضه، مباراه هي مفصليه انت بتلعب فيها على ارضك، بتلعب بالمستوى ده، يعني ما اعتقد انه حيكون في الاياب انت حتكون افضل من كده بمراحل.
اكيد انا في الاياب كالمريخ حستفيد كثير جدا 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 من هذه النتيجه، لاننا في طور بناء مدرب جديد، كثير من الحاجات ما كانت بالمستوى الافضل، فبالتالي كل المستوى بتاعي وكل رغبتي واندفاعي في الفتره الجايه حابني على النتيجه الايجابيه اللي طلعت بها من ملعب شهداء بنينه. فمهما كان مستواك انت في الفتره القادمه ما حيكون افضل من اللي شفته اليوم، صح ممكن تكون في تعديلات لكن هي مبنيه على شنو؟ على انت حتكون كيف؟ هل حتستفيد من اللي عملته في مباراه اليوم؟ من اللي اتعمل في مباراه اليوم؟ من النتيجه اللي انت طلعت بها؟ من جهدك اللي انت عملته في مباراه اليوم؟ لو استفدت منه تاكد انه فريقك حيكون في وضعيه مختلفه، في امكانك تاخذ بطاقه التاهل وانت خدت رجل على رجل لو استفدت بالشكل الافضل. طيب جزئيه الاستفاده دي هنا مفروض تكون في فكره انك اول حاجه لازم يكون في المفاتيح اللعب يتنوعوا، لانه واحد زي سانتياغو باتينو ما هو ممكن مهاجم بالبنيان الجسماني ده وبالطول اللي اعتقد ممكن يكون متوسط، لكن الى اعتقد ممكن تستفيد منه كويس جدا في انه يضرب راسيات. ما شفت الحاجه دي المريخ انه استفاد من انه يكون في عرضيات من رمضان عجب، يتم تمويل رمضان عجب، يتم تمويل واحد زي دياوة. يعني المريخ في مباراه اليوم على مستوى خط الوسط ظهور الى حد ما جيد، على مستوى خط الدفاع ممكن يكون الظهور الافضل، حارس المرمى ما اختبر يعني ما في اختبار كان لوجه في مباراه اليوم، لكن خط الدفاع ظهر بشكل طيب جدا جدا، بالذات موسى الطيب وكمان اللاعب ادم بابجيدي وكمان حتى طبنجة الثلاثه. في التبادل اعتقد المميز جدا ما بين طبنجة ودياو ميكائيل، يعني ديل يحسسوك انه فعلا التشكيل بتاع 4 3 3 ده يعني امكانيات عناصر المريخ الموجوده مع امكانياتهم حتدي المريخ دفعه قويه جدا جدا بهذا التنظيم مع رمضان عجب، لكن لازم انا افعل مفاتيح اللعب عندي في الاطراف في الاثنين في الاجنحه الموجودين، يضموا كمبارك ولا حتى مبارك يضم كمهاجم ثاني، البلوشي يكون حركي تحت المهاجمين الاثنين مع تفعيل واحد زي رمضان عجب وواحد زي دياو ميكائيل في انه العب معهم الكره السريعه، عرضيات كرات ممكن تكون ارضيه متوسطه او حتى راسيات بالنسبه للاستفاده من الكرات الهوائيه بالنسبه لواحد زي سانتياغو باتينو، لانه سانتياغو باتينو جاته فرص يعني سانح لان المريخ اليوم يطلع من هذه المواجهه بهدفين على اقل تقدير الفرص اللي كانت موجوده، فلا بد انه يكون في استفاده من الفرص. انت الفريق ما حيكون دائما في افضل حالاته الدفاعيه، حيكون كده على طول، ممكن جدا تكون في اخطاء دفاعيه بعد كده، وممكن جدا الفريق الليبي يلقاك انت ما بالمستوى الافضل يشد حيل ويستفيد من الفرص اللي مثلا زي اللي قال في الدقيقه 5 حيحرجك كثير جدا جدا، وبامكانك تندفع اكثر زي الاندفاع اللي شفناه مع الفرصه اللي كانت في الدقيقه الاخيره، كان في المريخ يسجل هدف، الفرصه ضاعت مباشره مشت انفراد تام، انفراد تام كان في امكان المريخ برضه يخسر بهدف. فبالتالي تحولات الجيم وتحولات المباراه بشكل عام محتاجه انك انت لو انت صاحي على مستوى خط الدفاع متوازن على مستوى خط الوسط لابد انك تكون حاسم في خط المقدمه، تحاول تستفيد، يعني الفريق الليبي لو سجل الفرصه الاولى حتضعف من حظوظ المريخ انه يطلع بنتيجه ايجابيه في مباراه اليوم مع الضغط الجماهيري الموجود، غير كده انت ما حتكتسب ثقه، عشان كده كل ما مرت دقيقه انا كنت بكون مبسوط ان المريخ اكتسب ثقه، اكتسب خطوه، قرب خطوه على انه يعدي من الفريق الليبي. لما نجي نعاين مجمل مباراة اليوم، مجمل ما حدث في مباراة اليوم، أنا بالنسبة لي شايف إنه المدرب أو حتى كأهداف وكنقاط أنت بتحطها لمباراة اليوم، أنا عايز أستفيد، عايز أطلع من الفريق ده لقدام، أول خطوات إن أنا أعديه عشان أمشي دور 32 إني أنا أكسب المباراة، ما كسبتها أتعادل على أقل تقدير، على أقل تقدير حتى لو كان مستواي سيء، ده ما كان بتاع تباري على مستوى التيكي تاكا واللعب المميز والتنظيم ولا حتى مباراة خاصة بفريقين بيستعرضوا، لا هي في النهاية نتائج المباريات هي اللي حتوديك خطوة لقدام، عشان كده أنا واحد من الناس ممكن أختزل كثير من المشاكل اللي كانت موجودة، المدرب أدرى بإنه يشتغل الحاجات دي، إنه النتيجة أعتقد إنه مرضية جدا جدا بالنسبة لجمهور المريخ بالرغم من خطورتها في مباراة العودة، لأن الفريق الليبي ممكن جدا يستفيد من أي أخطاء ممكن تعملها في مباراة العودة، عشان كده المريخ حيكون في مباراة العودة أكثر صحيانا من مباراة اليوم، والفريق الليبي لأنه حيجي على إنه ما عنده حاجة خسرها، هو أساسا خسر مكسب كان ممكن يكون في المتناول بالنسبه له في ملعبه عشان يجي يفتش له هناك ان شاء الله على ملعبنا في جنوب السودان الشقيق. عشان كده لما نجي نعاين للخطوط الرئيسيه انت اخذت الحاجه اللي انت جاي ليها لليبيا دي في حد ذاتها في امكانك تبني عليها كثير من الحاجات تخلي المريخ باذن الله تعالى يكون في وضع احسن. طبعا المريخ عمل كثير من التبديلات كان من ضمنها جاستون اللاعب البنيني اللي قدم واحده من اللمحات اللي كانت كويسه جدا، تحس انه فعلا لاعب خط الوسط اللي انت كنت محتاج له، شفنا بعد ذلك دخل معتز التوزة، شفنا بعد ذلك دخل حمزه داوود واخراج واحد زي دياو وميكائيل، شفنا كمان خروج باتينو وكمان دخول واحد زي السماني الصاوي، كلها كانت تغييرات الى حد ما طيبه وجيده، نتمنى انه بس في قادم الايام المدرب يجود اكثر ويستفيد اكثر من العناصر الموجوده، لان المريخ طبيعي انه يكون ان شاء الله على في دور المجموعات باذن الله تعالى، وكل ما انت كسبت مباراه او كسبت دور او تقدمت من فريق خطوه او عملت نتيجه ايجابيه
هي دي بالنسبه لك مصدر ثقه بالنسبه للاعبين فيما بينهم وبالنسبه للاعبين مع المدرب وايضا في الجمهور في الفريق بشكل عام. ماذا نقول مبروك؟ لكن ان شاء الله نقول مبروك في مباراه العوده. انا بالنسبه لي مبسوط ومتفائل جدا جدا باذن الله تعالى من مباراه العوده من المريخ باذن الله تعالى يعدي من النصر الليبي لدور الـ32. بشكركم دائما، ان شاء الله دائما تامر الامين. شكرا لكم.